بالتزامن مع اضراب الزمن. ابراهيم اخذوه كان عمره 18 سنه وشهرين، حكموا عليه 14 سنه، فخلص 10 وخش في ال 11، يعني اخذوه طفل، يعني اللي عاد عمره 18 عمره 19 عاد طفل، هذا حكموا عليه 14 سنه. اخواته بزوروهوشي واخوته بزوروهوشي، فيش غير انا ومرته بنزوره، مرات بنمنعونا مرات بنخلونا، بنطالب الفراج العاجل لجميع الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، كما ودي سلام للاسرى والاسيرات. وانا بقول لهم ان كنا بخير ومكنسين الحمد لله، ليش ما خلوش خواتهم يزورون؟ ليش ما خلوش اخواتهم يزورون؟